حضرتك هل الفنانة الزينية حاولت انتحار؟ ممكن تكلمنا عن وضع الفنانة؟ ايه سبب انتحار الفنانة الزينية؟ الحالة مستقرة لكن ما اقدرش ادي اي تصريح حاليا. رجاء يا جماعة من فضلكم كده ما ينفعش كده خالص. ارجعوا لو سمحتوا بعد اذنكم، دي مستشفى. لو سمحت من عنا يتكلمون. الفنانة الزينية رمت نفسها في النيل، كانت عاوزة تنتحر. لحظة، اللي كانت بتغرق بالنيل هي زينية الممثلة؟ اللي مثلت مع عمر الشريف فيلم أعطني قلبك وعبد الحليم غنى لها لو كنت تعرف؟ أيوة، أنت مش في الدنيا يا ابني. لو سمحت شوي، أنا عاوز أشوف الفنانة. هي تعبانة ورافضة تشوف أي حد من الصحافة. لا لا لا، أنا مش صحافة والله، أنا اللي أنقذتها. أنا لا معي لا قلم ولا ورقة. تكفى بس أطمن عليها دقيقة واحدة. انا اسفه بس الافندي بيقول انه مش صحفي وانك بتعرفيه. لا ما اعرفوش، خرجني من هنا، مش عايزه اشوف حد، خرجوني من هنا. ممكن تركب معايا؟ أنا؟ تسمح لي أوصلك؟ وتبقى فرصة أشكرك وأعتذر لك عن اللي عملته معاك من شوية. العرج الكويتي يقول لك مشكورة دل دربي، ومية النيل خليتيني أشرب منها مخلياني أقول جيتي في وقتك يا هانم. المصري يكس. على فين؟ الجيزة. اطلع الجيزة يا عم مرسي. هذا يا ستان. يا خبر، انت شكلك خدت برد، خد ده الدفع فيه. متشكرة. كانش المفروض تنزل المايه ورايا. كانش المفروض انزل المايه؟ انت اللي ما كانش المفروض تنزلي المايه في البرد ده. يا ستي كنت اخذتي سم فيران ولا حتى نطيتي من عماره ولا تعبتيني معاك الله يهداك وخليتيني انط وراك. حاضر، المره الجايه. ليش يعني ليه؟ ايه يعني؟ ايوه، ما انت قايل ها؟ ما انت يعني مش